اهلا بيكم في قناتكم التعليميه مستر مانويل. اتمنى في البدايه تدعمني باللايك، ولو ما كنتش مشترك تشترك معايا في القناه، ولو عندك اي تعليق سيبه لي وانا هرد عليك ان شاء الله. ده الفيديو ده فيه مجموعه حلوه خالص من الاخبار الساره بخصوص النتيجه بتاعت اولى وثانيه ثانوي، ان شاء الله تكون اخبار حلوه ليكم كده. الف مبروك لكل الناس اللي نجحت ان شاء الله. في البدايه طبعا احنا عارفين ان وزير التربيه والتعليم اعلن ان النتيجة هتكون النهاردة الاثنين 22 مارس الساعة 12 الظهر بالنسبة لتانية ثانوي، والصف الأول الثانوي هتبقى الساعة 8 مساء. يعني طبعا ده ليه برضو؟ عشان ما يبقاش في ضغط على النتيجة، يبقى نتيجة أولى هتبقى في وقت ونتيجة تانية هتبقى في وقت. إيه الأخبار بقى؟ طبعا التعليم قالت إن نتيجة الصفين الأول والثاني مطمئنة. طبعا أعلنوا إن نسبة النجاح 95%، وده تعتبر أعلى نتيجة حصلت في تاريخ أولى وتانية ثانوي حتى الآن، إن النتيجة تكون 95%. وطبعا الوزير بيدلل بكده وقال إن الطلاب استوعبوا النظام الجديد، يعني معناها إن كل الطلاب نجحت، عدد كبير خالص خالص من الطلاب، يعني كل 100 طالب في، معنى كلمة 95%، يعني كل 100 طالب في 5 طلبة رسبوا. وطبعا دي ممكن يكونوا الخمس طلبة اللي هم مثلا هي اللي راح وساب محلش خالص، اللي حل نقطة واحدة. وطبعا ده قدامه لسه 3 فرص، والثلاث فرص دول هيبقوا في البيت. يعني انا زي ما قلت لكم، يا سنة استثنائية وكل الناس هتنجح السنة دي زي ما قال الوزير. ده بالنسبة للخبر الاولاني. يعني الوزير قال كمان ان من حق الطالب، ده الخبر الثاني الحلو اللي معانا، ان من حق الطالب ان هو لو نجح مثلا في الامتحان خلاص احنا عايزين نسبة 50% بس. يعني اهم حاجة يكون حصل على نسبة 50%. لو حصل 50% ممكن امتحان ما يمتحنهمش، يعني ممكن مثلا شهر مايو ما يمتحنش، شهر ابريل ما يمتحنش، المهم يجيب 50% اللي هي بتاعت الدرجات بتاعته. دي بالنسبة للخبر السار التالت. الخبر السار التالت بالنسبة للناس اللي سقط عندهم السيستم، الناس اللي طبعا، وده ناس قلقانه جدا، كل الناس اللي سقط عندهم السيستم في اي ماده من المواد خلاص ده ناجح. يعني اي حد سقط عنده السيستم ناجح خلاص، ما يعني الكلام ده كلام منتهي. اي حد سقط، والدليل على كده ان اعلى نسب النجاح اعلنتها الوزاره حتى الان هي العربي والاحياء والرياضيات. وطبعا العرب والاحياء والرياضيات والجغرافيا دي والكيمياء دي كانت اعلى المواد اللي سقط فيها السيستم. فطبعا لما بيسقط السيستم فكل الطلبه نجحت، دي النقطه الثالثه، يعني ده الخبر السار الثالث اللي هو بخصوص الناس اللي ما توفقتش او ما دخلتش الامتحان، فالناس دي ناجحه تلقائي. طبعا انتوا عارفين نظام النتيجه بتاعتهم هيبقى نظام الالوان، يعني الشباب طبعا عارفين هيبقى نظام الالوان. وكمان زود الوزير، قال ان احنا السنه دي زودنا حاجه، ان في كل فرع من الفروع هيبقى الدرجات التنسيق بتاعته هتبقى موجود. الشكل النتيجه هيبقى بالشكل ده اللي انتوا شايفينه قدام، يعني انا قلته قبل كده وشرحت كتير، وكمان ده الرابط بتاع النتيجه هسيبه لكم تحت، ده شكل النتيجه عشان محدش يضحك عليكم يعني. والتصريحات دي اللي أدلى بها وزير التربية والتعليم، مبروك لكل الطلاب والطالبات، وبالنجاح دايما على طول كده يا رب.